فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. أبو حاتم يقول: إذا كان حسين بن علي قد استشهد وهو في الجنة، لماذا الشيعة يلتمون؟ يلتمون لأنهم أهل بدعة أو ضلالة، يلتمون وأنهم يحاولون التأثير على الناس واللعب بمشاعر الناس في هذا الباب من أجل التأثير عليهم. من كان ينزل منه قطرة قطرتان باب بعد الاستنجاب والوضوء، ماذا يفعل تلك الصلاة؟ المسألة أنه ممكن يكون هذا من باب الوسوسة يا عمر، يعني يكون هذا من باب الوسوسة. فالأولى أن يعرض نفسه على طبيب إن كان حقا هذا الأمر يستمر معه، ويكون هذا سلس، والسلس علاجه معروف أنه يغسل المحل ويلفه بلفافة منديل أو قطنة ويتوضأ بعد دخول الوقت، وهكذا يصلي الصلاة وما يتبعها من النوافل، وكل صلاة يفعل ذلك. ما هو عبد القادر الجيلاني؟ الساد البدوي، لماذا سوف يعظمونه؟ أما عبد القادر الجيلاني فهو رجل من أهل السنة والجماعة، وإن كان تصوفه فتصوفه على أهل على السلوك المرضي، نعم، لا يبعد عن السنة. أما السيد البدوي فهو رجل محتال، ليس على السوية كعبد القادر الجيلاني، وليتهم يسيرون على سير عبد القادر الجيلاني، لكنهم لا يفعلون شيء. السمري صاحب موسى عليه السلام الذي جعلهم يعبدون العجل، نعوذ بالله من غضب الله. الذهب الذي يلبس هل هو أيضا زكى عليه؟ نعم، إذا بلغ نصابا فعليه زكاة. العموم أدلة الزكاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تريدان أن يسوركم الله بسوارين من النار، أخرج زكاته. فإذا بلغ النصاب 85 جرام ذهب فيكون عليها ربع العشر على ذلك. طبعا خلاف ده خلاف لقول الجمهور، لكن هذا كلام القول هو التحقيق في هذا الباب صراحة. أنا مسافر من ليبيا إلى جمهورية مصر العربية ومقيم 10 أيام أو أكثر، يجوز؟ لا، ليس لك القصر إلا إذا كنت تسافر 4 أيام بغير يومي الدخول والخروج. عشان هل تجوز إعادة العمرة بعد إكمال العمرة الأولى بدون رجوع إلى المدينة؟ صراحة قال به جمهور العلماء وأنا لا أقول به، أراه بدعة. يعني الأولى أنك تسافر إلى المدينة وترجع بعمرة أخرى، هذا أفضل لك. عليكم السلام وبركاته، وفقكم الله بالمحبة والرضا. أنا من المغرب، سؤالي أن شخص اشترى منزل بقرض ربوي اشتد عيشه وقل رزقه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومتزوج أب ووضعياته المادية والنفسية أرسلها، والآن يفكر في بيت في بيتي ذاك البيت، في بيع ذلك البيت أكيد، لكي أبتعد عن ربا، فما أنصحه؟ هو عامة البيت ليس فيه شيء، هي المعاملة التي فيها شيء فقط. هو الأولى أن يتوب إلى الله توبة نصوح، ويحاول قدر الإمكان أن يعجل بإعطاء المال حتى ينتهي من هذا الربا هذا الذي عليه. لكن قد يحدث له تشاؤم في مسألة، في هذه المسألة قد يحدث، فإن كان ممكن يبدل البيت، لكن هو ليس كما قلت لك ليس ملزما بذلك، لأن الربا ليس في البيت، الربا في المعاملة فقط. عمر: إلى ماذا تجنحون في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ واجبة لا كلام، الركعة لا تحسب إن لم يقرأ، وحتى لو شوش على الإمام هو يقرأ. ماذا نفعل في زمن كثر الفتوى؟ أصبح الناس يحلون وناس يحرمون. تسأل الأعلم يا أبا حاتم، الأعلم الأقرب إلى السنة هو الذي لابد من العمل من السماع له. كتاب الله يفرج كرب العراق، الله يحفظهم من كل سوء. ما المقصود في الدرس خروج الحيض دفعة؟ يعني الرحم يخرج قطرة كبيرة، هذا هو فقط. قتلتك أن إذا أمكن أن أقرأ ما أحفظه من القرآن في وقت الحيض؟ لا يا منال، لا ليس لك القراءة ولا حرفا واحدا. لا شاطر، ما أنصحني الآن. أنا سأرسل لك رسالة وليد إن شاء الله، لكن مؤخرا تأتيني أفكار بدون ما أحسن أنني راضي من فكر الوسواس، لكن مع تلك أفكار يأتيني إرهاق وندم عظيم. هل هذا وسواس؟ نعم والله وسواس، أقسم ربي وسواس. هل بعد هذا التفكير ما زلت تشملني الفتوى؟ نعم. اسمع، يعني أرسل المشرف حتى يصلك به، لعل الله يصل الأمر. ما حكم شحن الهاتف الكهربائي؟ لا يجوز،
لا يجوز، أنا أراه حرام، هذا وقف للمصلين فقط حرام. عشان الأمطار في مصر تكون نذير من الله، لما؟ اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم مصيبا نافعا، اللهم آمين رب العالمين. يقول الذي مكنه في الأرض أقام الصلاة، هل هذه شروط التمكين أم سبب التمكين؟ لا، هذه شروط التمكين، هذه شروط التمكين. رب يرضى عنك يا سمير، أحسن الله عليك. هل يجوز سميت يعني لا تسمي يا عمر، لا تسمي، أنا هذا يؤذيني جدا، قلت لك يؤذيني. زكاة المال ب 10 100، ما أفهم ب 100 إيش؟ ما هذه عملة ولا إيش يا مرعي؟ أرجوك أعد السؤال، مش فاهم. أحيانا تحلف على حماتي، علي حماتي إلا أوصلها وتحلف بالله مع أني أنبهها ألا تفعل فأقع بين تعظيم الحلف وإن واجبي في إيصالها، فما العمل؟ هي أكيد حلفانها لغو، يعني عايز تؤكد عليك، لا أنا مش عايز أتعبك بس كده. فصل القول في قراءة الفاتحة في هذا الدرس. طب ممتاز، جزاكم الله خيرا يا دينا. هو عايز مع ربيع البيت ليدفع مبلغ ذلك القرض الربوي، ولم يجد أي طريقة أخرى ليدفع البنك غير هذه، لأن مهنته عامل بسيط والسبب الرئيس خوف من الله أكبر، الله أكبر، فقد ندم على دخول الربا ندم شديد، ولا سبيل للتخلص منها سوى بيع، الله أكبر. رب يرضى عنه، والله سيعوضه الله، أقسم بالله سيمالكه الله فوق ذلك أضعاف مضاعفة غير حامس. الله يتقبل منه، الله يتقبل منه، أنا متأكد من ذلك، وأنت ستتصلين وتبشريني بذلك. الله يرضى عنك عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنكم أزول، رفع الله مقامك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك. كيف قرأت الأم الفتاحة علما بأن الإمام لا يدع مجال المأموم؟ يقرأ خلفه في سكتاته، كما قال أبو هريرة، اقرأ في سرك يا فارسي، اقرأ في سرك يا فارسي، في سكتات الإمام. متى تحيض المرأة وأنت تطهر؟ تحيض المرأة إذا نزل عليها الدم، أما متى تطهر؟ إذا انقطع الدم ورأت القصر البيضاء. إيش اللي بيحدث مع المرأة؟ بوادر أمر يأتيها ألم قبل الدم، وهذه علامة على نزول الدم، وينزل عليها إفرازات صفراء أو متكدرة، كدورة هكذا مختلطة ليست كالدم، وهذه علامات قرب نزول الحيض، فينزل حيض دفعات تنزل متتالية، يعني ممكن صباحا تنزل بالليل تنزل بغزارة، تنزل عليها وبعد ذلك على حسب العادة 5 أيام 6 أيام 7 أيام حسب ما يطلع نفسها، قرب انتهاء الحيضة ينزل عليها الصفرة والكدرة، الدم يرق يرق يرق، أول يكون أسود محتدم، بعد ذلك يكون أحمر، وبعد ذلك يرق إلى أن يكون صفرة أو كدرة، بعدها بيوم بيومين هذه تكون علامة على أن الطهر قادم، بعدها يوم أو يومين ترى سائل أبيض، يعني إذا أدخلت القطنة تخرج القطنة بسائل أبيض لا بصفرة أو كدرة، وزي كنا يبعثنا بالدرجة فيها الكرسف القطنة يعني، فتقول عائشة رضي الله عنها وارضاها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فيكون سائل أبيض على القطنة وبعد ذلك تكون طهرت فتغتسل لذلك. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين مخير بين أن يعتق رقبة وأن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم. الرقبة غير موجودة يبقى يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهليك حسب ما يأكل هو، أو كسوتهم، الكسوة اليسيرة عليه، وإلا لم يكن من أهل المال فصيام 3 أيام. جنة تحدث من أوسط مثلا عندما يستفتي مفتيان السلام عليكم وأن تبعه ويأتيه هذا الرجيم يقول له هذا لا يعلم حالك أو هذه الفتوى، أعلم لكن هو الحمد لله الآن معي بيأخذ الفتوى وأعمل بها فضل الله الذي فعله، وهذا الأصل الذي سينجيه. بحكم استعمال الواي فاي المفتوح دون علم لمن هو لا لابد من استئذانه إلا إذا هو فتحها للناس جميعا، يعني مش عامل باسورد، لو سيب الناس جميعا نعم، لكن لو بيسترقوا ما يجوز. لي زمان مغترمون من خارج السندرية أمكث في العمل 4 أيام ويروح 4 أيام، هل له أن يقصر؟ نعم له أن يقصر ويجمع، له أن يقصر ويجمع. جدي توفي نعم، ولكن كل من عماتي وعمامي من جدتي أتينا المقسوم المراس وتكتموا على كل المراس وعمامي كبار إخوة من أمي، إخوة بابا من أمي وأبي، لا يريدون الضغط عليهم أو إيصال القضية إلى المحاكم، ما هو الحكم بذلك؟ ظلم، هم ظلم. وأما أعمامك هؤلاء الأشقة أفاضل 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 حتى لا يقطع الرحم من أجل الدنيا، لكن هؤلاء ظلم. هل الكدرة ببداية الحيض تستوجب الصلاة أم لا؟ نعم، أولا غسل المحل
اذا كانت القدره مستمره يبقى غسل المحل عند الوضوء، والوضوء غسل المحل والوضوء ثم الصلاه. لا يمكن الصلاه عند نزول الدم فقط. في المعاملات اليوميه ممكن نقسم بالله على احد ان ياكل او يأكل. انت تقول له والله تاكل، والله اريدك تاكل، هذا ليس القسم، هذا لغو. شهاد جاوبت على اسئلتي حقيقة. انا اجاوبت على اسئلتك فتحي، فضيله الشيخ فتحي اجبت لك. تقول سؤال ايش؟ سؤال ام عبد الله. لا يوجد تفاهم بيني وبين زوجي على مدى 20 سنه، لم اشعر تفاهم معه في طريقه التفكير، وقد اصابني ياس من تغيير، وهذا يؤثر على نفسيتي من حيث الاكتئاب، وكلما اتذكر بعض المواقف تصيبني حاله لا اعلم كيف اصيبه. انا مستمر في الدعاء لكن ما في بوادر للتغيير. ما نصحكم لها؟ بوركتم هي حساسه وتصيب زوجها، والعهد عليها انه لا يبالي. تحاول قدر الامكان ان ترشده، ان تعلمه، ان ترشده، ان تعلمه ما جهل، اولى بذلك. نعم، وان لم يكن يجلس مع اهل الصلاح، ان لم يكن فالافراق. يعني ارجو الصبر عليه، وارجو يعني مجالسته مع اهل الصلاح والنصح له والارشاد. فإن لم يكن هي تفرق يغني له كل من سعتي. أريد حلا للغضب والقضاء على الصبر. أنا صليت الدعاء 20 سنة ولم يحصل، ولكن أنا أشعر بانهيار نفسي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قلت لك خلاص أجلسي مع أهل الصلاح يبين له هذا الباب، وإلا يغني له كل من سعتي. في المغرب عندنا عادة وبقى تعرف في المغرب أن الزويلة قد مات، اللي هو اللبس الأبيض يا سناء. ما يجوز، هذا زينة في نفسي فما يجوز. وإياكم يا محمد، جزاكم الله خير. شيخنا قال له عدل ده البعض من باب العادات، لا، هذا زينة في نفسي يا دينا. فقديما كانوا يعتبرون الأسود زينة على تكون عادة محكمة. طيب هو الآن بياض زينة في نفسي الآن. يصل عادة أندلسية ظهرت زمن حكم الدولة الأموية واستغرقتها العائلة المغربية، شوفها ولحد الآن هي محكمة عندنا. لا يجوز حكم تصوير صفحات من كتب خاصة بالمسجد على الهاتف، يجوز. لقد توفي ابني السنة الماضية بسرعة قهرية، الله يرحمه، في محطة القطار نتيجة إهمال المسؤولين، أعوذ بالله. لأن نحن في القطاع العادلة حيث صدر حكم تعويض مالي، هل هي هذا التعويض يجوز؟ أفتنا، بل يجوز، ليس تعويضا، الدية الكاملة لك 100 من الإبل بقيمتها الآن، بقيمتها الآن 100 من الإبل. هل مطلوب الطلاق انما يتزوج زوجها الثانيه تأسم؟ نعم تأسم، وهي هذا انخرام في دينها. نعم، لانها تعارض شرع الله تعالى. ما تفسير تقبيل الحجر الاسود؟ المشرفين هناك من هو من الاتقان في التعبير يذهب اليه هذا الكلام. اسماء هذه الحلقات تستفيد جدا، هذا شرح حفظ الشيخ ضمن مجالس الفقه وضحه شيء. نعم نعم نعم، جزاكم الله خير يا دين، احسن الله عليك. شيخنا اظن ان القدره حيد بالدليل قول السيده عائشه أترين القصة البيضاء عند نهاية ما أم. أنت تعاوديني فتوى إذا تفتي أنت، لكن هذا ذكاء، هذا الذكاء قوي جدا أحبه. نعم، شوف يا سمراء، هي عائشة نعم قالت لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء، هذا إذا نزلت القدرة والصفرة بعد الحيض، يعني بعد وجود الحيض، بعد نزول الحيض. لكن الصفرة والقدرة قبل نزول الحيض أو بعد رؤية الطهر اللي هي القصة البيضاء لا عبرة بها. وهذا حديث عن أم سلمة صحيح، قالت كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا بعد الطهر. فهو السفرة والقدرة دي علامة من علامات انقطاع الدم بتخفيفه جدا عندما لم ترى القصة البيضاء، نزل الحيض وبعد الحيض يخف 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 حتى تكون سفرة وقدرة. هنا السفرة والقدرة من الحيض، فهمتي؟ أما السفرة والقدرة قبل نزول الحيض لا عبرة بها لأنه طهر. وبعد رؤية القصة البيضاء اللي هو السائل الأبيض على المنديل يبقى أيضا طهر. فهمتي؟ أرجو أن تفهمي هذا لأنها مهمة. عشان كنت أظن القدرة حيض بدليل قول السيدة عائشة، هل تقصد عند نهاية الحيض وليست بدايته؟ ممتازة، بقول لحضرتك هذا ذكاء أنا أحبه جدا. جيد جيد، ممتاز ممتاز ممتاز. أريد أن أتوب، أعزم مواضيع وأطيق التوبة. أنت يعني لابد اعلم ان الله طالما احيا قلبك لاراده التوبه فلن تضيع، ستتوب وستكون من افضل الناس.
وكون على الجد حفظك ربي. هل مقيمة هل الصلاة في صحن المطاف نفس أجر خارجة؟ نعم. هل مقيمة؟ طبعا إذا كان تساوت الصفوف. أريد أن أكرر عمرة مرة أخرى، هل يجوز لي السفر بدون محرم؟ معروف صحة تعذر وجود المحرم. إذا كانت العمرة أديت العمرة الفريضة فالراجح ألا تسافري إلى معدي محرم، هذا الراجح. هل تبخير البيت بنية إخراج الجن؟ لا طبعا، ليس هذا من السنة. السنة قراءة القرآن، قراءة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة، ولا يستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة. نعم، وصلاة السنة أيضا تخرج الجن. لن أكون أهل فتوى شغلنا أبدا أبدا، بل أنت الآن تدرس، أنا يعجبني ذلك، ستدرس قريبا حقا. حفظك ربي يا عبد الله، حفظك ربي وأحسن الله عليك. لكن لابد من الجلوس مع من؟ مع من يبين له كيف يكون الأمر، لا سيما التعامل مع الأفاضل، أنتم كنز أصالة، فلابد أن يعلم به. هل المقيمات من مكة، المقيمة بمكة لا تحتاج لذلك، لها أن تعتبر، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا عمرة لأهل مكة، كثرة الطواف فقط، لكن أنا أقول لها عمرة، والعمرة أنها تذهب إلى التنعيم وترجع، يعني تذهب إلى الحل، تجمع بين الحل والحرمة. تكرار العمرة، لم أسمع في مسألة المراس، قلت أعمامك نبلاء جزاهم الله خيرا، وأما الآخرون ظلمة، ولابد أن يقسم الميراث، الأشقة يحجبون الإخوة من أب، لا يأخذون معهم شيء. التكرار العمرة في السفرة الواحدة يجوز أم لا يجوز؟ قلت الجمهور قالوا بالجواز، حتى لا أحجر واسعا، الجمهور قالوا بالجواز، لكن أنا أقول أنه لا يجوز. الجمهور قالوا بالجواز، أنا أقول لا يجوز، لأنه الذي ورد أن أنس كان يذهب من المدينة يذهب إلى مكة يعتمر، حتى إذا سود شعره، يعني أسبوع اعتمر، سود شعره اعتمر بعد أسبوع يعني. والحق أن هذا فيه ثلاثة من أولادي مجاهيل، فالإسناد ضعيف، فالأصل أن الصحابة ما أحد فعل ذلك، حتى عبد الرحمن لما أخذ أخته إلى التنعيم لم يعتمر معه، لم يعتمر. الدعاء في الملتزم يكون مجابا إن شاء الله تعالى، أن تلتزم كما كان يفعل ابن عباس، هذه موت المواطن إجابة الدعاء. أنا أجبت عليه يا دينا، أجبت عليه أنا خادمك يا منال، ما فيها شيء، خادمك أنا. في صلاة الوتر يجوز الاستمرار دائما على قراءة الأعلى والكافور؟ نعم، لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك من النسوة من يقمن بتغطية أيديهن لمصافحة الرجال، هل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز ذلك يا سمراء، ما يجوز، لأنه مس، حتى لو كان يعني على الثوب، قال به بعض العلماء، منهم من الرملي، وهذا خطأ مبين، ما يجوز، لأن الإنسان قال لأن يضرب أحدكم بمخيط على رأسه فيشج رأسه ويفتح، يعني خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رجية عليكم السلام وكاته يا رجية، تأخرت جدا، السلام عليكم. شخص توفي بل قتل وكان عليه دين صيام شهرين بسبب غسل الكلى، أنه مصاب بفشل كلوي والعلم هو لم يشفى حتى أنه يوم قتل كان عنده حصة لغسل الكلى، الله أكبر، لكن ظن على القضاء في الأيام التي لا يغسل فيها الكلى، أباه كبار في السن ومرضى. لا لا، إذا كان مات والكلى ما استطاع الصيام معها وما استطاع الصيام، هذا ليس عليه صيام، ليس عليه صيام، هذا مات في مرضه ليس عليه صيام، وقتل، نسأل الله أن يجعله شهيدا. هو سؤال منفصل يا أستاذ رواه، ستابع سؤال أم عبد الله، سؤال منفصل، طيب ماشي سنة، سؤال منفصل عند دينا، فين هي؟ أريد حلا الغضب والقدرة على الصبر، أم استمريت في الدعاء 20 سنة ولم يحصل، لكن أشعر من نفسي. نعم، هو لابد من كثرة الاستغفار، ولابد من الدعاء، وأيضا يكثر من آية الكرسي، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وجد الغضب، ويبعد عن أسباب الغضب. نعم، ولو طلب العلم كان عونا له على تقليل من الغضب. مجابة السلام، هل يجوز المرأة أن تقضي عدة وفاة زوجها في بيت أبيها؟ لا، لا يجوز،
لابد في البيت الذي جاءها الخبر. أسأل الله أن يشفيها وأن يتم عليها الشفاء ويلبسها ثوب الصحة والعافية وأن يطمئنكم عليهم وعليها وطفي عمرها وحسن في عملها. يا رب يحفظكم يا رب، جزاكم الله خيرا، هذا من فضلك وأدبك. نعم جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن تكونوا من أسعد الناس جميعا. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا